خاصية المرونة والثبات أو الثبات المرونة. فإذا طب أشكت تقدر تقول أنا فيها أكتفي بها باش نخرج شي مجال النقاش. الثبات والمرونة مهمة جدا، معنى الشريعة عندها حاجة غريبة وعجيبة ومهمة، عندها أمور ثابتة ثابتة لا تتغير. شو عندها دو زون؟ لا بروميير زون أن تو شارج، لا بروميير زون ما تنساهاش، ما تنساهاش تبقى هكذا إترنالمون نهاية الدنيا. لا دوزيام زون فاست واسعة تجي السوق. الحمد لله يا رب. أتفكر بأمثلة دائرة الثبات في العقائد ربي والنصيب ثابتة. دي قالنا أنه زيكي والفراء نكتشف اليوم يا رب. أما كنا في القرية صار لا ترينيتي لو بير لو فيس لو سانت اسبريت. كون قال لا إله إلا الله بس قال لا إله إلا الله. وكما يعرفون الراي في العقيدة ربينا في سورة الأنبياء الآية 25 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. صافي ربي يونس عشان فرا زيد الملائكة فرا الأنبياء والرسل فرا فرا والبغي فرا تصل غشي فرا والرسل قوية ماشي من سنة قال محمد صلى الله عليه وسلم مش كنت ديك سيجار ديك تعجب يا والله فرا سي بون يقول الأنبياء لا نفرق بين أحد من الرسل في قلقي دوسي غلط سي بون زيد فرا اليوم الاخر يفرا العباد القضاء والقدر يفرا الى اخره في مجال العباده يفرا العباده رمضان او جاي يجي في شويه ما واش راه يكون كان تفاهم ديروه في ديسمبر اي يورا سوبي جينيرال بيتيسيون على بالك بيتيسيون يقبلوا كاع في فيفري جونفي ديسمبر او جاي في شويه كوراج مرحبا يا سلام 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 ما عندناش الحق نفيكسيو هذا نفيكسيو هذه قيمة الدوائر في الصور الفسور هذا الشمال الفسور يقول بذور هذه الخرافة الدوائر مرحبا يا سلام سلام شحال ديتو هذا؟ شحال؟ بارك الله فيك كاين منكم اللي عاش ويزيد يعيش ويزيد يعيش صوتي راه ان شاء الله شحال ديال الصوت هذا؟ مازال مفهوم الاحكام الاخرى الشرعيه في العباده ذكرنا في الصلوات اللي قال لك لا تناقش خلاص صلاه الضحى ثلاث صلاه صلاه الفجر عباده الفجر صلاه كذا رواتب في كل شيء كتاب الحمد لله راهي في لابون يرسل يعني في دائره الثبات ثابته ثابته في الاحكام الربا وين تحطوا هنا الغنى حرام الخمر كيف كيف القمار ميسر ولا ما بدناش يسمى اللوطو ولا كذا يسمى ولا لا يجوز لا يجوز لا يجوز خاطر لانه كل ما تجري عليه احكام التحريم وما قيس عليه تدخل احكام القياس وقواعده السلام عليكم دايما واش قرا زيك وين فرم خاطر بدات الحديث قبيله في القاضي الفرد والقاضي باش تبقى في معلومه ان الان قرار متعدد خاطر لا سبيسياليتي في الفرماس القضيه المعقده ماشي عيب قال انت مختص في البينال سبيسياليست انت مختص في المدني السيفي والاخر في السوسيال نورمال يجوز يجوز ابري دير باكور باش نكسرو الشرع سي نورمال بالك انت غلط جوج نكسرو الشرع باكور مجلس القضاء استئناف بالك يكون خطا طلب على كل شيء في الهياكل يجوز في طريقه العمل تلقى كلام اخر تلقى ربي قال والى حكمتم بين الناس انكم يعلمون ربنا ولا يجعلنكم شنئا قوم على ان تعدلوا اعدلوا هو اقرب من القرب مش تزمر مش قرارات على من غير ولكن اش تاك قرار كيف مليح قرار مليح دير التمويل تاعك مليح وبعدين تحكم بالحق كيما دار فاروق سيذكر الى نهايه الدنيا نهايه العالم باش يشتهر مره ثانيه بالعدل يرى الحسن البصري ربي يرضى عليه ان اكثر من ذكركم لعمر فانكم ان ذكرتموه ذكرتم العدل وإن ذكرتم العدل ذكرتم الحكم العدل جل جلاله. إليك زاد عمر بن الخطاب
ميت بذر لا تبي تجيب لاجيك تسيك ميت بيش تمنع ذر بيش تمنع ذر سبحان الله طبعا هذا كلام خاص بالصلاة أعود إذن آخر مقالة الثبات اللي قال لك أمور ثابتة المرونة مخلص الفيزا تجوز أم لا تجوز يجوز فكيف الشيء تضي إن كود لاروت ولا شيء في القرآن يجوز باسكو كود لاروت يسعى على علاقات الشريعة كود لاروت يعطيها من سبيكتي باش تسيب تلك سيدة تسيب تلك هذا صافي ذاك في الإخلاق هذا دوزيان صافي توزيع نكوى توزيع عقود زواج الله يخدم مارياج عقد الفاتحة تجي الشيخ الجامع الشيخ داخل يقرا الفاتحة خلاص عقد الزواج شرعي 100% طيب ولكن التوزيع راه هنا دائرة المرونة هنا لا دوزيام زون لاين سوبليس نورمال ما شاء الله خدمة شوف بغض الدائرة هيك لي بروسيدور ديجا شوف معناتها تجي حكمة الشريعة لم تلزمنا بدقائق الأمور في كل شيء وين كاين دقائق الأمور لا بروميير زون الدائرة الأولى طبق مفهوم في لا دوزيام زون حلال ثم يوسع خلي الرأي والمشورة وكذا إلى آخره هذه أفكار كبيرة يا سادة صافي نكونوا ألاز نكونوا مرتاحين دائرة الثبات تحفظ الشريعة حرمتها وخصوصيتها وحرمتها ودائرة المرونة تستجيب لمستجدات الزمان ومستحدثات الإنسان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.